السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. واش غنقول لكم في الحقيقة، هذا التعريف هذا زوين، تعجبني بزاف. إنما أعود وأقول السؤال اللي وضعت الأستاذة فاطمة الزهراء في الأول، اللي هو من أنا؟ هل أنا هذه الصفات؟ هل أنا هي الأوراق؟ هل أنا هو الشهادات؟ هل أنا هو الدبلومات؟ هل أنا هو المركز الاجتماعي ديالي؟ من أنا؟ أنا الإنسان. إذن أقدم نفسي كإنسان وأقول، أقدم نفسي الأستاذ والكوتش الرائع والمتميز والجميل والبوغوس سيدي محمد مصطفى الصفراوي. علاش؟ لأن خفت أن نقدم نفسي وما تصفقوش عليا، ونستقم قلب على واحد كورس سميته محمد مصطرف باش يدير لي جلسة خاصة، فما عندي ما ندير به. علاش؟ أن خصني نكوتش راسي براسي، وهذا هو المطلوب وهذا هو القصد. منكم أنني ننزل هنا، ننزل عندكم باش نطلعوا مجموعين. فين نطلعوا مجموعين؟ نطلعوا مجموعين للتغيير، التغيير ديال الذات، التغيير ديال واحد مجموعه ديال القناعات، واحد مجموعه ديال الاعتقادات بقاو هنا والان. الناس اللي حضروا معايا مجموعه ديال الدورات، وتبارك الله على الوجوه النيه الطيبه اللي حاضره معنا الان، يعني تحياتي لكم جميعا. ان فهموا هذه الكلمه مني لدرجه ان تفرجوا عليها، اللي هي هنا والان. أحسن لحظة عندك سيدي، أحسن لحظة عندك سيداتي هي الآن. إيكارت تولي، هذا كتاب مزيان تقراو قوة الآن. أي لحظة في الماضي تجرنا الآلام والحزن، أي لحظة في المستقبل تجرنا التساؤل وعلامة الاستفهام. الإنسان اللي ما تعيش اللحظة اللي هي هنا والآن يعيش خارج الزمن، وحنا بغينا نبقاو عايشين في الزمن اللي هو هنا والآن. أحسن مكان عندك في حياتك كلها هو المكان اللي جالس فيه الآن. أحسن تياب عندك في حياتك كلها هي التياب اللي لابس أنت الآن. أحسن مقتنيات عندك في حياتك كلها هي المقتنيات اللي عندك الآن. نعم تطمح، نعم تريد، نعم تجاهد، نعم تكابر، نعم لتحصيل ما هو أحسن. إنما هذا البحث على ما هو أحسن لا ينسينا أين أنا وماذا أريد. خطوات التسامح أول حاجة فيها هي الإدراك، أن أدرك أنني بحاجة إلى مسامحة الذات ومسامحة الآخر. مسامحة الآخر ليس لسواد عيونه، مسامحة الآخر من أجلي أنا. تجوز من الآن بي، مش المشكلة عادي روها مزيان. إذن أن أدرك أنني في حاجة إلى التسامح. الخطوة الثانية هو الاستفادة من ماذا؟ من التجربة. علاش غنسامح راسي؟ لأنني درت واحد السلوك معين اللي ربما ألمني وأذاني. إذن أدرك هذا الأمر، أستفيد من التجربة. إذن هذا إدراك أستاذة، علمتني الحياة، هذا إدراك. إذن هذا الإدراك ماذا يأتي بعده؟ يأتي بعده الاستفادة من التجربة، ومن بعد الاستفادة من التجربة شنو؟ التخلص من الأحاسيس غير الإيجابية. احتراماتي أستاذة، قلت أتخلص من الأحاسيس غير الإيجابية، ما قلتش هذه الكلمة، لأنني أحرص على قول الكلمات الإيجابية وأتفادى الكلمات الله يعطيك الصحة. الناس تبارك الله ينظر لها الاسم حافظة تبارك الله، عليك كوتش. إذا قلت أحرص على قول كلمة إيجابية وأتفادى الكلمات غير الإيجابية، لماذا؟ لأن عقل الباطن ديالنا يحصل على ثلاثة أمور: آخر صورة، آخر إحساس، آخر كلمة. لولي السلامة تقول له ما تجريش اش يدير؟ ما تبكيش؟ إذا أحرص أن أقول كلمات إيجابية وأتفادى الكلمات غير الإيجابية. إذا قلت الإدراك، بعد الإدراك
استفيد من التجربة، بعد الاستفادة من التجربة أتخلص من الأحاسيس غير الإيجابية، ثم آتي إلى ماذا؟ إلى الفعل الأكسيون. وقل اعملوا ورسوله هو المؤمنون. إذن هذا هو الفعل. كاين في التنمية الذاتية الأسماء الفعل الاستراتيجي، الفعل الشخصي، ومزيان مقبولة. أنت كيف الفعل هو الأكسيون. عقلتوا على السينما واحد الوقت تبقى في العلم عقلتوا عليه؟ هذاك المقص أكسيون مزيان؟ أكشن كاين واحد بحالة خمس. فإذا يعني هذا الفعل هو اللي غنخدموا به إن شاء الله تعالى. الكلمة ديالي فيها ثلاثة، فيها اللي تكلمنا الخطوات، غنتكلم على دوائر التسامح، ثم في الأخير غنعطيكم واحد النموذج ديال الفعل. دوائر التسامح أول دائرة من هي أو ما هي؟ هي أنا أن أسامح نفسي. ايوا لا سامحت نفسي على الاخطاء، اشنو زعما نعاودهم؟ الا ماشي هكذا، الا من تاب زيد صرف فوقها وامن زيد وعمل عملا صالحا. ما هي التوبه؟ هي الاقلاع، ان الانسان تيبقى واحد السلوك معين تيحيد منه، ملي تيحيد منه اش يبقى؟ تيبقى الفراغ. اذا خصو يعمرو، انا بلا واحد البليه معينه، الرفقاء ديالي رفقاء ما زوينينش الله يهديهم، ما زوينش ما نقدرش نستمر معاهم لان تيسلبوا مني الطاقه الايجابيه. بغيت اذا غنتخلص منهم، اذا غيولي عندي فراغ. انا شنو خصني ندير؟ الا من تاب وامن ادرك الادراك، ادرك ان هذه العشره ديالي بهم ما استفدتش منها. اذا ملي ادرك اش غندير؟ غنحيد داك الشيء القديم وادوس الى الفعل. شنو هو؟ امن وعمل عملا صالحا. اشنو غندير؟ غنقلب على عشره اللي هي طيبه. مزيان؟ طيب اذا اول من اسامح هو اسامح نفسي، ثم بعد ذلك شكون؟ والديك. علاه كاين الانسان تيسامح والديه؟ ايه طبعا. علاش؟ واخا استاذ علاش؟ امر بسيط جدا. ايه وما قرونيش مزيان وما لبسونيش مزيان وما شراوش ليا ذاك الايفون الاخر رقم 19. وصل 19 ولا مازال؟ لا ما خلصوش 19 باش يبانو دابا هما الايفونات. يعني وما شراش ليا هذا وما دارش ليا وكذا، والناس صحابي كانوا تيلبسوا مزيان وما تلبسش مزيان وهذا، والوم واعاتب. اذا علاش غنعاتب والديا؟ نحرص على ان نسامحهم وداروا اقصى ما يمكن ان يقوموا به، هو تربيتي وتعليمي اقصى ما يمكن. والدينا ما مطلوبينش منهم، ما مطلوبش منهم انهم يخليو لينا الارث، مطلوب منهم انهم يربيونا التربيه الحسنه. شحال الوالدين تيقول للوالدين، شي واحد يقول وما خليتي لا دار لا والو. الاب والام اللي عطاهم الله النباهه تقول لي ايوا انا ما درتش، وانت خلي لولادك نسى ديك الدار اللي انت تتلومني عليها. اذا اسامح والدي على كل شيء. تتعرفوا في الرياضه ديك الام كلوبه كيلكو سوا، هذيك الام اللي مشات لبها هكا مهما كنت تضرب العربيه ياك جي ديالنا نقراو الفرنسيه كيلكو سوا اي حاجه تنسامحو. طرف اخر شكون؟ اولادي. اسامح اولادي، ملي تنقول اولادي راه اولادي والزوجه وكلهم داخلين. حنا في المجتمع المغربي تيقول كي داير الاولاد؟ مالي الدار. شي واحد تيقول لهم كي داير مالي الدار؟ تقول لي دار الدار ديالي انا ما كاريش. هو ملتح مالي الدار زعما هي اما الزوجه اما الزوج. اذا اسامح الاولاد ديالي. علاش اسامح الاولاد ديالي؟ اسامح الاولاد ديالي ربما شافوا فيا شي شوفه ناقصه، نسامحهم الجيل ديالهم. ربما في واحد الجيل اللي هو جيل ديال فتره انتقاليه ما بين الطفوله والشباب، وداك الجيل هذا صعيب شويه. لا احبب تلك الكلمه لان فيها الارهاق، لا اكاد اقولها. اقول ان التصنيف في الفئات العمريه الطفوله الشباب الرشد، حيت هذيك الصفه راه كان صحابي جاي في 17 سنه قاد جيش قداشنا هو اللي فيه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. اذا هاد السميه هذه وخليه براسي نطيش. دابا نحن في موضوع تاع المراهقه يعني امر واقول. اذا اسامح اولادي، يعني اسامح افراد العائله كاملين، ثم
أسامح كل الناس وكل المخلوقات. ماذا بعد التسامح؟ الحب والامتنان. من سامحته تحبه، من سامحته تحبه. سامح نفسك لتحبها، سامح الآخرين لتحبهم، وسامح كل الناس وكل المخلوقات. كنتي غادي وضربتي شي كرسي ولا ضربتي شي حد، وقف لحظة، الله يجازيكم بخير، وقف لحظة وقول له اسمح لي وكاريسي وحق سيدي ربي راه تيحس. والدليل على هذا جد الشجرة كانت تجلس على الرسول صلى الله عليه وسلم، ملي نط منه بدأ يئن وسمعه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ضربتي شي تلفازة ولا شي حيط ولا شي كرسي، وقف لحظة وكاريسي وقول لي اسمح لي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تسبيحه. فإذا نختم إن شاء الله تعالى في الدقيقة المتبقية ربما باقي 3 دقائق أستاذ. 3 بديت مع 45 دابا 57. 4 دقائق. 5 عافية. شكرا الله يعطيك الخير. تكلمنا على العطاء والكرم. من لا يسامح لا يعطي، ومن لا يسامح لا يحب. تحياتي أستاذة فاطمة الزهراء، أنك فتحتي لنا هذه الفرصة هذه، غتفوتوا عليا على تحياتي، أنا باقي ما ختمتش، باش نتفاهموا، الله يجازيكم بخير. راه بين قوسين تفيقوا فيه وفيه، كاين بعض اللقاءات معينة اللي تيكون تصفيق باش هذاك السيد تقيم على قلبهم باش يسافر. مصيبة. لا ولكن هادشي كاين، لكن ماشي معايا، أنا عارف راسي أنا واخا نزيد 9 ساعتين ما غنسخوش بيا. كلمة الثقة زعما. إن شاء الله تعالى أختي واحد تطبيق اللي أقوم به أعي وأدرك ما أقول منذ تحديدا 10 سنوات اللي هي 2014 بالضبط، اللي هو تطبيق التصالح مع الذات اللي تنقوم به، قمت به مع جميع الفئات العمرية من الأطفال في الابتدائي إلى الشباب في الكوليج والليسي، إلى الشباب في الكليات عين الشق كلية بن مسيك، مدارس المهندسين شي جوج هنا في الدار البيضاء وشي وحدة في الرباط، مع ناس بدويين، ناس يعني أميين بهذا التعبير، أميين تنقصد يعني لا يقرأون ولا يكتبون، اللي هو تطبيق التصالح مع الذات. نطلب منكم طلب بسيط جدا، اللي قدامه شي حاجة يحس ما أمكن يحطها، لي شاد التليفون تيصور يصور، كاع مخدوم عندي الإذن من الأستاذ باش يصور. لا لا ولكن بسبب أنك سامحت واحد النهضة تينا حسو أستاذ هذا الوقت ما نحسوش عليه أستاذ، أنا راك عارفة زعما، راك عارفة أمها، قالت لي تسامحت مع راسها وسبابي أنا، الله يجازيك بخير شكرا. فإذا نطلب منكم أنكم الله يجازيكم بخير جلسوا جلسة مستقيمة، الجلسة المستقيمة في الكرسي ما هي؟ هي العمود الفقري يكون مستقيم والقدمين محطوطين على الارض، الله يجازيكم بخير. عندي ولا خاطري بقات معاه جوج دقائق، اصبروا معايا واحد لابيل دايز من هنا، اصبروا معايا واحد جوج دقائق. العمود الفقري مقاد مع الكرسي والقدمين محطوطين على الارض. دابا مضطر باش نطلع شويه هنا، مزيان. نطلب منكم انكم ديروا التنفس، الشهيق من الانف وزفير من الفم، الشهيق مع انتفاخ البطن والزفير مع انخفاض البطن بهذا الشكل. أغلب ألم الرأس والستريس راه تيكون أننا ما تنتنفسوش مزيان. إذا طيب نمد يدي بجوج، جوج يدين نمدهم، يلا عنق راسك أيها الإنسان، عنق راسك، سمعوا هذا الكلام اللي غنقول بلا ما تعاودوا ورايا اش غنقول، فقط سمعوا، ديروا ما يسمى بلو لاشي بريز، طوقوا شوية طوقوا شوية. اللي حدا شي حد من الأحسن ما يتحركش، اللي جاتو الضحكة الهستيرية يضحك، اللي جاتو البكية الهستيرية يبكي. راك انت بوحدك في هذا الكون هنا والان. بطبيعه الحال انا ما عرفش الاسماء ديالكم، انا غنقول جيت عندك يا انا، فيما تسمعوا كلمه انا ذكروا الاسم ديالكم. كنزه غتقول كنزه، مها غتقول مها، فاطمه الزهراء غتقول فاطمه الزهراء، ولكن في خاطركم. رشيد غيقول رشيد، ايمن غيقول ايمن، رضا غيقول رضا. هما ثلاثه نصدق نقول لك وقلت العيالات وما كنتش رجال، فين غنوليو؟ القضيه فيها الكاميرا. اذا ابدا جيت عندك يا انا باش نطلب منك السماحه. اسمح لي يا أنا على أي حاجة أداتك في الحاضر أو في الماضي القريب أو في الماضي البعيد. جيت عندك يا أنا باش نطلب منك السماحة لأنني حسيت براسي في هذه الأيام الأخيرة أنني تعبتك. أنا الأوان يا أنا باش نطلب منك السماحة. بغيت نقول لك يا أنا بأنني بغيت نسامح كل الناس وكل المخلوقات
والعقبة اللي حالة دون هذا الأمر هو أنا سنطلب منك سماح أنت أنت اللي هو أنا. إذا قدرت تعطيني إشارة بأنك سامحتيني أو نويت أنك تسامحني غنكون ممتن لك. شكرا يا أنا لأن حسيت بك أنك نويت فعلا تسامحني. بغيت نقول لك بأنني سامحت كل الناس وكل المخلوقات، سامحتهم على قبلي أنا ماشي على قبلهم، لأحيا ماشي لأعيش، لأن العيش يتساوى في الإنسان والحيوان. سامحتهم لأحيا بابتسامة وإيجابية وطمأنينة ورضا. بعد ما تسامحت أنا وياك وخبرتك بأنني سامحت كل الناس وكل المخلوقات، بغيت نقول لك يا أنا بأنني تنبغيك، تنبغيك أكثر من كل المخلوقات، تنبغيك أكثر من والدي. أنا عم نستسلم يا أنا، حيت ما يمكنش أنني نحب واحد الإنسان وأنا ما تنحبش راسي. تنحب أكثر من والدي وأكثر من أولادي وأكثر من العائلة وأكثر من كل شيء إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي تنبغيك، اللي تنبغيه أكثر منك يا أنا. بعد حب الرسول صلى الله عليه وسلم تنبغيك أنت، وبعد الحب ديالي ليك تنبغي الناس الآخرين. بعد ما تسامحنا وبعد ما أعلنت لك على الحب ديالي ليك، بغيت نقول لك أن الله خلقنا بعضياتنا باش نتعاونوا مع بعضياتنا. وذكرت بالآية التي يقول فيها الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الكون كله يا أنا مسخر لينا، علاش؟ باش نخدموا أنا وياك به، باش نخدموا أنا وياك معاه، باش نخدموا أنا وياك فيه. إذا جا شي حد في الطريق وطبطب لي على كتفاتي مرحبا به، ولا ما كانش الله خلق لينا جوج يدين باش نطبطبوا على كتفاتنا. اليد اليمنى تطبطب على كتف اليسر، واليد اليسرى تطبطب على كتف اليمين، ونطبطبوا على بعضياتنا. ونقول لك يا أنا بأنني تنبغيك وتنبغيك بزاف، وشكرا جزيلا. فإذا عزمت فتوكل على الله. تنشكر بزاف وتنشكر السيدة فاطمة الزهراء زاد لي التاسع الضحك. أنا ممتن لكم كاملين وفرصة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذ محمد مستدرف.